مجال للمجاملات إذا لم تكن مدريد استاذ فأنت خصمي. المباراة الأخيرة عانى فيها أوسكار الأمر رين، ولم يكن أوسكار بل كان ملعقة خشب، إذا ملعقة خشب السنة الماضية ولم يكن أوسكار أوسكار. إذا نجح في إيقاف فينيسيوس عنده أمل البارسا. فينيسيوس غير عادي غير عادي، سوبر من الكلاسيكو، أنت سوبر يا فينيسيوس جونيور. البرازيلي السريع بمهارات عالية جدا أخرج منه كارلو أنشيلوتي ما عجز عن إخراجه زين الدين زيدان. اليوم فينيسيوس مبدع، فينيسيوس رجل الشوط، الله عينك الله عينك يا أوسكار يا مينغيتا. أوسكار يعاني هذا الشق الأيسر من هجوم الريال أو الجانب الأيمن في دفاعات برشلونة ومينغيتا. هذا الشارع من اليوم سيحمل اسم فينيسيوس جونيور. أنت غير عادي، رهيب 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 يا فينيسيوس، رهيب نجم الكرة العالمية في سير أن يكون أقوى من نيمار. خذوها مني، فينيسيوس إن واصل هكذا سيكون هو قائد البرازيل في الدوحة من أجل الورد كاب. يا أوسكار يا أوسكار يا أوسكار يتعب في هذا المشوار يا مينغيتا، الولد مينغيتا يعاني. خرج لسان وطوله طولين وعرضه عرضين. أوسكار مينغيتا ربي يريحه في هذا الشوط بالتغيير، ادخل ديس لتكون عبء المواجهة على الأمريكي ديست. با 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 باش تجري يا فينيسيوس، باش تجري يا جونيور، قيسوا له السرعة، أعتقد أنه بسرعة الفهود. رحنا في بين كارلويس وبين جونسون والوزين بولت، هذا لو لعب بالمئة متر ما يخليهم حتى ميدالية، هذا يمسحهم في المحافل الأولمبية. السرعات فينيسيوس من نجوم الشوط الأول بالخفة والسرعة، يا معذبهم يا برازيليو. اللاعب سيكون، أنا حكيت يمكن في الكواليس ولكن في صراحة المعهودة، هذا فينيسيوس سيتجاوز نيمار مثلا كسوبر ستار في الكرة البرازيلية. أعطيه 3-4 سنين ويجي حسبني البرازيلي هذا، على شرط عاد ما يعيشش عيشة رونالدين. مازال صغير، مازال يتروشك ومازال يتوظف أحسن مجموعة، طبعا أقل من 19 سنة، لاعب يحب يظهر برشا كرات. تقريبا هو اللي ضيع انتصار الريال في الكامب نو في الشوط الأول، 3-4 فرص ضيعها وتعامل معها بقلة الخبرة. البرازيلي فينيسيوس جونيور جوهرة الفلامينغو ريو. الريال خطورته كانت كبيرة من جهة اليمين، من جهة فينيسيوس، من جهة فينيسيوس طبعا هي الجهة اليسرى لمدريد، ولكن هي جهة اليمين من جهة أرياس الذي عانى كثيرا في الشوط الأول من البرازيلي الديناميت. الجوهرة الجديدة لبلد لا تموت على مستوى صناعة كرة القدم برازيل. فينيسيوس جونيور عنده السرعة والمهارة، يمشي فينيسيوس يعدي ممتاز جدا، قلت لك عنده السرعة.